وبشأن الوجود الأمريكي في العراق وموقف السوداني منه في ظل تردد واضح بمواقف الأحزاب والميليشيات التي تدعمه، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي عبد الله سلمان. حياكم الله أستاذ عبد الله. أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد الله. يعني مبررات السوداني والميليشيات الداعمة له ومن بينهم سنة العملية السياسية مبنية كما تعلم على أن الوجود الأمريكي يقوم على اتفاقات ومعاهدات، يعني لماذا إذن هذا التردد في موقف السوداني من بقاء القوات الأمريكية في العراق؟ الأطراف السياسية الموجودة جميعها تعرف تماما أن من أنشأ العملية السياسية ومن جاء بهم ومن حافظ عليهم هم الأمريكان، والأمريكان يشكلون المظلة الدولية والقانونية الدولية لهذا النظام، وبدون هذا النظام وبدون أمريكا وبدون الاعتماد عليها لا يبقى يعني شرعية لهذا النظام، الشرعية الرسمية. طبعا هذا النظام وفق القراءات السياسية في الواقع العراقي لا يمتلك شرعية شعبية، فبالتالي هو لا يعني السوداني ليس هناك في عقله تردد، انما في عقله تساؤلات عديده. لماذا هذا الصخب ما بين ايران وامريكا في العراق؟ لماذا هذه الاذرع تتصرف وفق اهواء ايران وفق وحساباتها؟ هذا هو، ليس التردد هناك من جانبه، لانه يعرف انه امريكا هي التي تدير العمليه السياسيه وتحافظ عليها، وبالتالي يعرفون جميعا بما فيها يعني القوى السياسية جميعها المشتركة أن خروج أمريكا من العراق ويصب بمصلحة الشعب العراقي بالدرجة الأولى. لذلك هم يرفضون وإيران ترفض خروج أمريكا من العراق، لأنه بخروج أمريكا سيرتفع يعني يد الشرعية الدولية عن هذا النظام، وبالتالي سيكون بمواجهة الشعب العراقي مباشرة. حتى لو يعني يتردد البعض ويقول انه ايران ستدخل العراق مباشره، حتى لو دخلت ايران لا تستطيع مواجهه الشعب العراقي اذا فقدت الحكومه الشرعيه الرسميه الدوليه. اذا الغارات الامريكيه على هذه الميليشيات بين الفينه والاخرى في اي سياق يمكن وضعها؟ في سياق الخلافات ما بين امريكا وايران، وليس في سياقات اخرى، وبالتالي هو يعني كل النتائج التي تترتب عليها هي علاقات إيران وأمريكا فيما بينهم، وبالتالي يعتبر الأذرع والعمليات العسكرية هي محاولة الضغط على أمريكا في ملفات لا يعرفها لا العراقيين ولا السوداني ولا حتى الأطراف التي تساهم في هذا العمل، فبالتالي هم مجرد أدوات لا يعرفون أي شيء وينتظرون النتائج التي تتمخض عنها مفاوضات إيران وأمريكا. أيضا أستاذ عبد الله، يعني في أي إطار يمكن قراءة عدم دعوة واشنطن لمحمد السوداني لزيارة البيت الأبيض في ظل الحديث عن موقفه من طبيعة العلاقات بين واشنطن والقوى السياسية التي أتت به بطبيعة الحال لمنصب رئاسة الحكومة؟ السبب الجوهري لهذا عدم دعوته هو الوضع الداخلي المعقد سياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية ووضع بايدن الانتخابي، هذا السبب، لأنه في الوضع الداخلي الأمريكي يسأل بايدن لماذا تستدعي العراقيين الذي يمثلهم السوداني وهم الذين قتلوا 3 من جنودنا وجرحوا 28، وبالتالي هذه تعتبر يعني هدية مكافأة لهم في أن تستضيفهم، وبالتالي هذا يشكل عليه ضغطا انتخابيا، ولذلك ولا يعتبر اليوم العراق بقضية مهمة بالنسبة إلى أمريكا. اليوم أمريكا مرتبكة بأكثر من ملف، ملف غزة، ملف أوكرانيا، ملف الاقتصاد الداخلي، ملفات كثيرة تحيط بأمريكا، فبالتالي لا تهتم لموضوع السوداني ولا تعتبر أنه هو أو قضية العلاقة مع العراق كأنه قضية بين بلد وبلد، وإنما بلد تابع لبلد آخر ويمكن تصنيفه بضابط واحد من المخابرات يمكن أن ينسق هذا الموضوع، ولا ضرورة لوجود قائد يعني يسمى رئيس وزراء أن يعني يكون موجود في البيت الأبيض. هذا السبب الأساس في عدم يعني عدم دعوته إلى البيت الأبيض.
يعني إقناع إسماعيل قاآني للميليشيات بضرورة تجنب الضربات الأمريكية بحسب ما نقلته وكالة رويترز، برأيك يعني إلى ماذا يشير؟ هل قررت إيران تجنب المواجهة أم ماذا؟ أولا قآني لم يأتي بقرار شخصي أو بوجهة نظر معينة يطرحها ويناقشها مع الأذرع الإيرانية الموجودة في العراق، وإنما يأتي بقرارات خامنئي وأوامره، وبالتالي هم يضطرون للانصياع لها. لو هم لا يعرفون لماذا، ما هو الخلاف ما بين إيران وما بين أمريكا، وهذا التصعيد وعدمه حسب الملفات، والملفات المختلف عليها والمفاوضات تحاط بسرية شديدة، لا يستطيع الكثير من المصادر القرار في الدول كثيرة أن تعرف مسارها إلا ما يعلن عنه القليل، مثل ما صرح وزير خارجية إيران قبل أسبوعين، قال تصلنا عشرات الرسائل في قضية ملف واحد، مثل المفاوضات ما بين غزة أو اليمن أو غيره، يتصلنا عشرات هذه الرسائل المعلنة، أما اللقاءات السرية المباشرة بينهم غير معروفة، فبالتالي هو يأتيهم بأوامر لا يأتيهم بأوامر وفق نتائج المفاوضات فيما بينهم، أوامر من خامنئي مباشرة، في ذلك هم فقط يستمعون إلى أوامر وينفذونها ولا يعرفون لماذا ينفذون ولماذا يقول لهم توقفوا الآن. نعم، خلافات الميليشيات التي تمتلك بطبيعة الحال كما تعلم واجهات سياسية تتحكم بالوزارات ومؤسسات الدولة في العراق، يعني إذا كانت مختلفة ومترددة بشأن الوجود الأمريكي، هل تعتقد أن هذه الخلافات يعني من الممكن أن تؤدي إلى تشظي حكومة السوداني أم أن الحكومة مستمرة؟ الأطراف التي تحمل سلاح وخارجة عن سيطرة السوداني والتي هي جاءت بالسوداني إلى السلطة هي جزء من هذه العملية السياسية التوافقية، فبالتالي لا خوف على أن العملية السياسية وهذه انتقاد هذا الطرف أو هذا الفصيل وذاك الفصيل، لا، الجميع يريد يحافظوا على النظام، حتى هذه الفصائل التي تدعي خروج القوات الأمريكية تريد بقاء هذا النظام لأنه مصالحها وأموالها وسيطرتها وحبها للسلطة وهيمنتها على الشعب العراقي وتنفيذها لأوامر إيران، كل هذه تدعيهم إلى البقاء ولا تدعيهم إلى التشظي. عملية التشظي بمعنى أنه هذه العملية التوافقية ستنتهي والعملية السياسية ستنتهي، وهذا ما لا يقبله لا أمريكا ولا إيران ولا هم نفسهم يسعون إلى درجة التشظي، وبالتالي تكون العملية مواجهة مباشرة مع الشعب العراقي، وهذا ما لا يبتغيه كل الأطراف بما فيها أمريكا وإيران والقوى السياسية الموجودة جميعها بما فيها القوى المسلحة التي تسمى ميليشيات أو عصابات والمخدرات، وكلها تتضرر من هذه العملية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث والسياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.